السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم. مناشدة إنسانية مستعجلة تدمي لها القلوب. قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هو طفل لم يبلغ من السن 16 سنة من مدينة البليدة، مدينة الورود. يناشدكم عماد الدين تيك تاكي بمساعدته لمغادرة أرض الوطن في أقرب الآجال، قصد إجراء عملية جراحية في المعدة بمبلغ 850 مليون سنتيم. وبالرغم من القيمة المالية المرتفعة، إلا أن عماد متأكد أن عدد أبناء وطنه أكبر بكثير، وإن شاء الله يقفوا معه. نرجو تلبية النداء، فساهموا بكل ما استطعتم ولو بمئة دينار جزائري. لمساعدة والاستفسار الرجاء الاتصال بالرقم التالي. إن شاء الله يلحق المساج. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.